استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تقريرا من وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار حول الحالة الوبائية بمصر. تناول عبد الغفار من خلال هذا التقرير مستجدات موقف المتحور أوميكرون من واقع أحدث الدراسات العالمية والحالة الوبائية في مصر، من حيث معدل الإصابات الأسبوعي والموقف الحالي لحركة الإشغال في مستشفيات الفرز والعزل، والموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا. وأشار عبد الغفار إلى أن أكثر من 73 مليون جرعة لقاح متاحة، فضلاً عن التعاقد على عدة عقاقير لعلاج المواطنين. هذا وتم إصدار النسخة السابعة من بروتوكول العلاج في يناير 2022، والتي تم فيها إدخال عقار المولي نيبرافير وتوسيع استخدام عقاقير المونوكلونال.